ولقراءة وتحليل الأوضاع في بنغازي ينضم إلينا عبر السكايب المحلل السياسي سيد مفتاح لملوم. سيد مفتاح أهلا بك. بداية نتحدث بصورة عامة في أول سؤال عن الوضع الإنساني في مدينة بنغازي، كيف تراه وكيف تقيمه؟ مساء الخير، تحياتي لك والمشاهدي قناتكم. أهلا بك. في واقع الأمر الحديث عن ما يجري في بنغازي هي مأساة، يعني مأساة بكل الأبعاد، وبالتالي القول على أن بنغازي تعاني لا يكفي. بنغازي قد دمرت وبنغازي تعاني وشعب بنغازي يعاني، وبالتالي نجد أن سكان بنغازي الآن مهجرون في أماكن عدة من ليبيا، وبالتالي هذا ينعكس على الأطفال وينعكس على الأسرة. أطفال حرموا من التعليم، الآن هناك من ضاعت عنه سنتان، إلى جانب أن هناك من فقد رب الأسرة قد فقد عمله وأصبح بدون دخل في أماكن أخرى. المأساة بنغازي إلى جانب مأساة قنفودة لا أعتقد أنها يمكن أن توصف بأقل من أنها كارثة حلت بالمدينة. بالحديث عن الأوضاع الإنسانية، الجانب الطبي وهو جانب مهم جدا، المستشفيات في بنغازي 70% منها خارج الخدمة الآن، بالإضافة إلى نقص في الأدوية ونقص في المعدات الطبية. برأيك يعني إلى أي مدى يؤثر هذا على مستقبل الحياة الإنسانية وحياة المواطن البسيط في مدينة بنغازي الآن؟ حياة المواطن هي ليست بنغازي وحدها التي تعاني، هي ليبيا كلها تعاني. نعم، ولكن برنامج اليوم مخصص عن بنغازي فقط. نعم، ولكن العلاج في بنغازي والمستشفيات بنغازي، نحن نعرف أن بنغازي جل المستشفياتها لا تعمل الآن، وأن حتى من يعمل منها المستشفى الوحيد الذي ربما يعمل لا يعمل بكامل طاقته، وبالتالي معاناة بنغازي ثاني مدينة في ليبيا عندما تكون غير متوفرة الأدوية وغير متوفر العلاج والطواقم الطبية غير أيضا متوفرة والتمريض غير متوفر، فهذه بكل تأكيد يعني تعتبر أسوأ بكثير من أي حالة أخرى في المدن الليبية. وبالتالي القول على أن بنغازي تعاني لا أعتقد أنه يكفي. بنغازي قد دمرت بنيانا ودمرت اجتماعيا، بنغازي شهدت التطهير العرقي ولا أقول التهجير، بنغازي قد شهدت الجريمة المنظمة، بنغازي قد شهد القتل من قبل من يدعون أنهم يحرسون بنغازي ويحمونها. هؤلاء أوغلوا في الجرائم وأوغلوا في دماء الليبيين في بنغازي. كيف تفسر أن تتلقى ميليشيات حفتر وجرحى هذه الميليشيات أفضل علاج سواء كان خارج ليبيا أو داخل مدينة بنغازي في هذه المستشفيات، والمواطن البسيط لا يلقى حتى سرير لكي ربما يعالج في داخل مدينة بنغازي؟ كيف تفسر هذا؟ المواطن البسيط في بنغازي خدع كما خدع الكثير من الليبيين. المواطن البسيط خدع من قبل حفتر، وبالتالي لا أعتقد حفتر يكن له أي عطف، ولا أعتقد حفتر يسعى إلى أن يسعد أهل بنغازي مثل ما يتحدث. حفتر جاء لأن يستغل هؤلاء الناس لأن يضحك عليهم، هذه حقيقة حفتر. حفتر منذ البداية نحن نعرف حفتر هو متعطش للسلطة وفي سبيل السلطة مستعد أن يبيد بنغازي وأهلها بالكامل وأن يغدق على من يوصلونه إلى هذه المهمة. ولا أعتقد أن من هم مع حفتر الآن ويدعمونه ويموتون في سبيله لو وصل حفتر إلى مبتغاه وصل وحقق أمني سيكافي هؤلاء الناس، سيكون جزاء هؤلاء الناس مثل جزاء سنمار، لأن حفتر لا يأبه للنفس البشرية، وهذا تاريخه، نفس الأسلوب الذي استعمله في تشاد، قتله للنساء والعجائز والأطفال هو نفس الأسلوب الذي يمارسه في بنغازي. وحفتر لم يتغير قيد أمله، حفتر يعاني من مشكلة سيكولوجية، حفتر مريض يجب أن يعرض على أطباء لأنه الشخصية هذه شخصية غير سوية على الإطلاق. طيب يعني كيف يمكن لهذه الأوضاع الإنسانية داخل مدينة بنغازي أن تؤثر على المواطن والناس في بنغازي وأيضا على المشهد السياسي داخل المدينة؟ مدينة بنغازي لا أعتقد أنها ستتعافى في جيل أو جيلين، لأن من شبوا وترعرعوا في بنغازي ومن ولدوا الآن وأطفالا وشاهدوا كل المآسي التي تحدث في بنغازي، الأسرة التي تعرضت لكل النكبات هذه بكل تأكيد ستترك في حياتها جروحا عميقة لا أعتقد الزمن كافي بأن يمحيها على الإطلاق. وبالتالي حياة البشر والأسرة في مدينة بنغازي ستكون لجيلين على الأقل ليست طبيعة سوية، وهذا ما يجب أن يلتفت إليه عندما تنتهي مأساة بنغازي. مهل بنغازي جميعهم بحاجة إلى العلاج النفسي وخاصة الأطفال، هؤلاء الأطفال إذا لم نعالجهم نفسيا ولا يخضعوا لعلاجات فبكل تأكيد سيشبوا
جيلا غير سوي، جيل سقيم، وبالتالي لا اعتقد انه سيعول عليه فان يكون جيلا طبيعيا، بل بالعكس سيكون جيلا مشوها. نعم، في صلب الحديث عن الوضع الانساني لابد ان نذكر منطقه جنفوده والتي تعاني حصارا خانقا من ميليشيات حفتر التي رفضت ان تفتح ممرا امنا لهذه العائلات الخروج خارج هذه المنطقة. الموضوع برمته يقف على رسالة واحدة من مجلس الرئاسة إلى الصليب الأحمر لكي تنتهي الأزمة تماما. هذه الرسالة حتى هذه اللحظة لم ترسل من المجلس الرئاسي للصليب الأحمر. برأيك ما السبب وما الحجة برأيك؟ أنا لا أتصور رسالة للصليب الأحمر ستنهي المشكلة على الإطلاق. حفتر يتحدى العالم، حفتر لا يأبه لأي مؤسسة ولا يأبه لأي جهة كانت في سبيل أن ترغمه على أن يتخذ قرارا. لو كانت هذه الرسالة هي الحل لربما العالم قد استجاب دون أن تصل هذه الرسالة. قضية جنفوده معروفة لكل مؤسسات العالم الخيرية والإنسانية ومعروفة لكل سياسة العالم، مثلا ليست شيء مخفي حتى تعلنه للعالم، وإنما العالم متواطي في مأساة جنفوده. العالم لا يريد أن يجد لهذه المأساة حل. كوبلر يعرفها، الأمم المتحدة تعرفها، منظمات الإنسانية تعرفها. ماذا بعد ذلك؟ هل تريد القول بأن هناك من يريد إطالة أمد الحرب في بنغازي لازدياد تدهور الوضع الإنساني في مدينة بنغازي؟ نحن نعيش في عالم كله أطماع، وبالتالي لا تخلو الأطماع من أن تكون في بعض الأحيان هي سبب في مآسي كثير من الدول والشعوب. ومأساة بنغازي إذا كان العالم يريد أن يجد حلا لهذه المأساة توفق في ذلك منذ زمن طويل، ولكن حفتر إلى حد قريب يتمتع بدعم قوي، ولا أعتقد حفتر هذا الدعم الذي يتمتع به بعد أن تنتهي مأساة سرت سيكون هذا الدعم متوفر مثل ما كان قبل. هناك الآن معطيات على الساحة، معطيات كثيرة هي التي ربما قد ترغم حفتر ومن دفعوا بحفتر ومن يقفون مع حفتر في هذه المرحلة إلى أن يتراجعوا وراجعوا حسابات. نحن نرى تبدلا وتغيرا الآن في مواقف الدول. نعم. وربما هذا التبدل والتغير ربما سيأتي من أحد نتائجه الفرج لأهل جنفوده وهؤلاء الأسر التي حوصرت لأشهر طويلة وتقتل بدم بارد ولا يجد من ولا تجد من يقف دفاعا. طيب. عنها ان شاء إذن الله جنفوده ربما سيكون لها حل قريبا. اذا نحن الان امام مشكله انسانيه بكل المقاييس. قبل الحديث عن دور المجتمع الدولي والامم المتحده، هناك سلطات ليبيه لابد ان يكون لها دور ولها واجب في هذا الجانب. يعني برأيك ما مسؤولية هذه السلطات الآن وهي تقف مكتوفة الأيدي حتى الآن عما يجري هناك؟ أنا لا أعتقد هذه السلطات مكتوفة الأيدي. هذه السلطات إذا تمسكت باتفاق إسخراط، اتفاق إسخراط يعطي المجلس الرئاسي الكثير من السلطات، وبالتالي إذا المجلس الرئاسي أقدم على أن يمارس هذه السلطات ووجدت عنده الشجاعة الكافية لأن يفرض نفسه، المجلس الرئاسي بإمكانه أن يصدر أمره. ولماذا حفتر يرفض تنفيذ هذا الامر؟ المجلس الرئاسي لو عين قائدا للجيش بدر حفتر، ماذا سيقول حفتر؟ حفتر سيقول سارفض ذلك، ولكنه سيكون امام العالم رافضا لتنفيذ قرار اتخذ من مجلس رئاسي يدفع به العالم الى ان يتخذ قرارات ويدعمه العالم مثل ما يقول لنا. لنختبر صدق العالم في دعمه للمجلس الرئاسي. نعم، ولكن سيد لملوم يعني حتى الحكومة المبثقة عن البرلمان في طبرق والتي يعترف بها البرلمان هناك، حكومة السني في بنغازي، يبدو أنها تعمل بأريحية وتضع حجر أساس لبوابات إلكترونية في مداخل مدينة بنغازي. ما الدور المنوط بها هنا وهي يعني مسؤولة الآن عما يجري في مدينة بنغازي؟ أنا لا أعتقد أضع المسؤولية على حكومة التنسانية وحكومة البرلمان. حكومة البرلمان وحكومة التنسانية ليست الحكومة التي معترف بها دوليا الآن. المعترف به دوليا هو، ولكن هي من تتقلد الأمور هناك. نعم، هي من ولكن المجلس الرئاسي لا يريد أن يبسط سلطته على المنطقة الشرقية. المجلس الرئاسي بإمكانه أن يصدر القرارات. المجلس الرئاسي لا يخضع للبرلمان في هذا. المجلس الرئاسي أعطيت له سلطات وهو جسم من الأجسام التي انبثقت عن بطاقة خيرات، ولا يعتقد أنه بإمكانه أن يقف عاجزا إذا أراد
إذا بإمكانه أن يتخذ القرار إذا أراد أن يتخذ القرار. هذه الحكومة من يدفع لحكومة الوفاق؟ من يدفع لحكومة التليف رواتب موظفيها؟ من أين تأتي هذه الرواتب؟ بإمكان المجلس الرئاسي أن يتخذ القرارات التي ترغمها أو لا على الإدعان. المسألة البرلمان نحن لست بحاجة الآن للبرلمان، هذا البرلمان إلى حد الآن هو لا يعتقد أنه شرعي على الإطلاق لسبب واحد، هل لا يكتسب شرعيته إلا من خلال تضمينه لبطيقة استخراط للإعلان السوري. طيب كحصيلة لكل هذا ولكل هذا الحديث عن الوضع الإنساني الآن، برأيك يعني ما الحل الآن لمعالجة هذه القضية، قضية الوضع الإنساني داخل مدينة بنغازي؟ قضية الوضع الإنساني داخل مدينة بنغازي يجب أن تحمل الأمم المتحدة ويجب أن يتحمل المجلس الرئاسي أيضا نصيبه في ذلك. المجلس الرئاسي عليه أن يتخذ القرارات ويدع المجتمع الدولي يرغم هؤلاء الذين يتعنتون، هؤلاء الذين لا يريدون حل للمأساة، عليهم أن يتلقوا ضغوط العالم الآخر. لو أراد المجلس الرئاسي أن يتخذ القرارات الصائبة، القرارات التي تعطيه الحق في أو أعطته حق في أن يتخذها وثيقة استخراط، لا أدعنا هؤلاء في نهاية الأمر. ماذا بإمكان حفتر؟ ماذا بإمكان هؤلاء الذين حول حفتر أن يقولوا للعالم أجمع؟ وبالتالي إحنا نريد أن نختبر وقفة العالم مع حكومة الوفاق الوطني ومع مجلس الرئاسي، ونختبر العالم على مدى ونختبر المجلس الرئاسي على مدى تمسكه وقدرته على أن يتخذ القرارات التي أعطيت له السلطات. هل بعد كل هذه المدة لازلنا نختبر سيد لملوم؟ نعم، احنا اضعنا الان في السنه السادسه الان، هذه العمر من عمر الثوره زمن كبير، احنا لحد الان لم نخطو خطوه الى الامام في سبيل ان نرسخ مبادئ ثوره 17 فبراير، وبالتالي نحن لا زلنا في حقل تجارب لحد الان بكل اسف. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي السيد مفتاح لملوم، كنت معي عبر سكايب من امريكا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بنغازي اليوم، فلا تذهبوا بعيدا.